يتصرف الشخص المغرور بفخر كبير بما يمتلكه من ثروة أو مكانة أو تعليم أو قوة، ويشعر بأنه الأفضل، ويحاول التقليل دوما من شأن الآخرين، كما يتعامل معهم باحتقار، وهذا تصرف خاطئ، وعاقبته وخيمة. سأروي لكم قصة الفأر والأسد. يحكى أن الأسد ملك الغابة كان ذات يوم نائما، وأمامه بدأ فأر صغير بإصدار أصوات مزعجة أدت إلى إيقاظ الأسد، مما سبب له قلقا شديدا، وقام من نومه غاضبا، فوضع قبضته الضخمة فوق الفأر، وزمجر بصوت مرعب، وفتح فمه ينوي ابتلاع الفأر الصغير لقمة واحدة. صاح الفأر المسكين فزعا بصوت يرتجف خوفا، راجيا العفو من الأسد، وقال: سامحني هذه المرة وأعدك أن لا أعيد فعلتي هذه مجددا، ولا أنسى معروفك معي، فمن يعلم، لربما أستطيع رد جميلك هذا يوما ما. ضحك الأسد من قول الفأر، وقال مستهترا: أي معروف يمكن أن يقدمه فأر صغير مثلك لأسد عظيم مثلي؟ وكيف يمكنك مساعدتي وأنا الأسد ملك الغابة وأنت الفأر الصغير الضعيف؟ لكن الأسد قرر أن يطلق سراح الفأر لمجرد أنه قال له ما أضحكه، فرفع قبضته عنه وتركه يمضي في شأنه. وفي أحد الأيام استطاع بعض الصيادين المتجولين اصطياد الأسد وربطوه إلى جذع الشجرة، ثم انطلقوا ليحضروا عربة لنقله. مر الفأر الصغير مصادفة ليرى الأسد وقد وقع في مأزق لا يحسد عليه، فقام الفأر الصغير بقضم الحبال حتى قطعها جميعا محررا الأسد، ثم مضى الفأر بعدها متبخترا مزهوا بإنقاذه للأسد المغرور. وخلاصة القول أن الغرور خلق سيء، فالمرء يقاس بفعله لا بحجمه، ولكل منا دوره في هذه الحياة.